يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في اخر فقره من حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. لو تفتكروا نهاوند في اول لينك من حلقه النهارده قالت ان احنا عايزين نعرف منكم انتوا شخصيا حابين تشوفوا معانا ايه في الحلقات اللي جايه، ايه الفقرات اللي حابين ان احنا يعني نكون حريصين على ان هي تكون موجوده معانا، الضيوف اللي حضراتكم حابين ان انتوا تشوفوهم معانا داخل الاستوديو. والحقيقه جات لنا اجابات كتير على السؤال بتاعك يا نهاوند. طيب نبدا معاك بقى. يلا طيب هيثم العيسوي بيقول صباح الفل عليكم أستاذ كريم وأستاذة نهاوند، نفسي بما أن أستاذ كريم إعلامي وممثل أن يستضيف كل يوم الصبح من الحد للأربع فنان أهلاوي ويقول رأيه في الفريق الأول بالنادي الأهلي ونعرف منه أي آخر يعني أعماله الفنية عشان نتابع الفنانين الأهلاوية اللي بنحبهم. على فكرة دي فكرة حلوة جدا. صحيح. يعني هيثم أستاذ هيثم أنا يعني بضم صوتي صوت حضرتك هنا، دي فكرة حلوة جدا وممكن نتطبقها فعلا من الأسبوع الجاي. يعني اعتبر يا أستاذ هيثم إن جاري التنفيذ، أحلامك صح. أوامر صح. إن شاء الله. طيب مصطفى عادل فودة بيقول صباح الجمال والسعادة يا أستاذة نهاوند، أنت أستاذ كريم دايما منورين قناة نادينا الحبيب ودايما في تألق، بالتوفيق ليكم، البرنامج المحبب لقلبي دايما، يا ريت تستضيفوا حد من لاعبي الأهلي من الجيل اللي فات أمثال محمد بركات وغيرهم كتير عايزين نشوفهم. انا بتفق برضو معاك، وعلى فكره احنا دي بقى الفكره دي احنا اتكلمنا فيها، ومش هنجيب بس الجيل القديم محمد بركات، لا احنا هنجيب ان شاء الله هيكون معانا ضيوف من الاجيال القديمه اكتر من كده، وهيبقى هنحاول كمان ان احنا نروح نصور عندهم في البيت. يعني جاري دلوقتي ايه الاعداد وان شاء الله التنفيذ يكون قريب. نروح بعد كده استاذ عيد محمد بيقول اولا انا بحبكم جدا، طاقه تفاؤل على الصبح والله دي حاجه تسعدنا، لكن اتمنى تضيفوا حاجات اكتر للاهلي، يعني تركيز اكتر على الاهلي خصوصا في كره القدم تمام، لكن التنوع اللي بتقدموه رائع وممتاز في الصبح كده، لكن دي اضافه بسيطه من وجهه نظري. بحبكم جدا يا نهاوند انت وكريم. على فكره برضو يعني دي فكره كويسه، احنا كده كده مركزين بس احنا نحاول حاضر نركز اكتر، بس هو التنوع فعلا او هو ملموس عند حضراتك، فهي دي الفكره او ده الغرض ان احنا عايزين بعدين نتنوع في كافه الاصعده، ان احنا نحاول نقدم لحضراتكم الصبح كل الاخبار يعني سواء في الداخل او في الخارج المتعلقه بالرياضه، وهنركز اكتر على كره القدم. حاضر. الحقيقه كل الاقتراحات اللي جات لنا لغايه دلوقتي كلها يعني بناءه جدا وان شاء الله قابله للتنفيذ، فباذن الرحمن تلاقوها متحققه معانا ابتداء من الحلقات الجايه او من الاسابيع الجايه ان شاء الله. رشاد محمد شاكر بيقول صباح وفل، صباح العسل يا عم رشاد، صباح وفل وياسمين كريم ونهاوند، يا ريت يبقى في فقره لقدامى اللاعبين. احنا طبعا احنا ده بالفعل زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا جاري يعني دلوقتي الاعداد ليها. استاذ عبد الله بيقول الحقيقه البرنامج جميل جدا لا ينقصه غير ان احنا نشوفكم 7 ايام في الاسبوع. ده كلام بقى جميل، بس 7 يبقى كتير، هو هنشوف الموضوع ده. محمد فاروق بيقول صباحكم جميل، عايزين فقره فيديوهات لمواهب عالميه او اهداف جميله اتسجلت في الدوريات المختلفه. أنور خالد يا ريت فقره لأهداف الأهلي في الثمانينيات. اوكي ده كان زمن العز، هو النوستالجيا، خلي بالك بعض الحاجات اللي مبعوته نرجع نقول تاني النوستالجيا اللي هي فكره الحنين للماضي. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قلنا ان احنا عايزين نركز عليها، بس ابعتوا لنا انتوا عايزين نرجع بالنوستالجيا لورا لايه بالظبط، فدي برضو فكره كويسه. محمد يقود يقول برنامج مميز جدا. ابراهيم علي عزوز اسال الجمهور خلوها فقره، ما هو احنا بنسال اهو الجمهور، بس يعني هنسال وهيجاوبوا فين، ما لازم على السوشيال ميديا وعلى طبعا صفحه برضو قناه النادي الاهلي. على كل حال هي دي الاراء اللي احنا لحد دلوقتي قدرنا نلمها، لان الناس كثيره جدا بعتت، انا بعتذر طبعا بس عشان الوقت احنا مش هنقدر ان احنا نقرا كل حاجه، بس انا وكريم بعد الحلقه بجد انا من الناس ببقى حريصه برضو ان انا اقرا كل الحاجات اللي بتتبعت على قد ما نقدر. يعني خلصت حلقه النهارده، بكره باذن الرحمن ان عشنا وكان لنا عمر قبل دلوقتي بساعتين اظبطوا ساعاتكم على الساعه 10، افتحوا قناه الاهلي تلاقونا عندكم في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه.